من ليبيا هي أرض الثورة وليست أرض الحرب. Nous n'avons pas peur des Américains. Nous n'avons pas peur de نحن لا نخاف الأمريكان. لا نخاف ساركوزي. اسماعيل بدراوي جاء لينصح مات الله تعالى وبارك لقد جئنا هنا لنحمل لكم دعمنا ولنتعرف على حقيقة. الله أكبر. Vous devez savoir que nous en France et en Europe et aux États-Unis, يجب أن تعرفوا أننا نحن في فرنسا وفي أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية. Les peuples sont avec vous. الشعوب في أوروبا وفرنسا وأمريكا معكم. Ceux qui ont décidé la guerre, ce sont les chefs d'État. ومن قرر الحرب عليكم هم رؤساء هذه الدول فقط. Mais tous les peuples ne sont pas d'accord. Tous les peuples savent que les médias qui sont لكن الجميع يعرف ان من قام بهذه الحرب هي وسائل الاعلام المغرضة. Alors, je vais vous dire quelque chose, inshallah. Je أريد أن أقول لكم شيئاً. Si vous me voyez, si vous nous voyez ici, vous pouvez être certain que en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Belgique, en Espagne, au Portugal, dans tous les pays d'Europe et des États-Unis, les peuples sont avec vous et ne pourront vous soutenir seulement quand ils verront que vous êtes solidaires et que vous êtes combatifs. أنتم ستتكسرون في النهاية ونحن نمثل فقط شعوب كل الشعوب في فرنسا في بلجيكا في إسبانيا في إيطاليا في أمريكا معكم وخلفكم وخلف قائدكم وتدعمكم. Et vous allez gagner. Et nous allons gagner. سوف تنتصرون وسوف ننتصر. Il n'y a aucune autre solution. ليس هناك أي حل ثاني إلا الانتصار. Ni pour vous, ni pour vous, ni pour l'avenir de vous. Allah ou Muhammad, ou Libya ou Bas. Allah ou Muhammad, ou Libya ou Bas. Allah ou Muhammad, ou Libya ou Bas. أقول لكم ليس هناك أي حل آخر إلا الانتصار لكم ولمصير العالم ولمستقبله. إخوتي باختصار إخوتي لحظة مهمة أرجوكم مهم جدا أرجوكم لحظة واحدة مهم جدا. هؤلاء لحظة هؤلاء يقولون لكم إن المجلس الأمن قام بالتصويت على قرارين وجامعة الدول العربية على قرار والاتحاد الأوروبي على جملة من القرارات
دون أن يبعث لجنة تقصي حقائق، فهم الذين قرروا أن يكونوا لجنة تقصي حقائق شعبية، هم من يحملوا الحقيقة، وهم من سوف يذهب لفرنسا ويقول لها هذا ما يجري في ليبيا، وليس كما تصوره الجزيرة أو العربية، بل إنه شعب يحب قائده ويقف خلفه وسوف هذا الفنان هذا الفنان الفرنسي الكبير ديودوني والله والله والله
Merci vraiment pour cet accueil. شفنا وبعد الانتصار قريبا. وسوف أعود في الأيام القادمة مع الكثير من الفنانين. مع الفنانين الأفارقة والأمريكيين. أشكركم جزيلا. إلى اللقاء.